معي مبلغ من المال بس مش فاكر بلغ النصاب متى. طلع زكاة بالتقريب واحطط لدينك. يعني أنا ما أنا ذاكر مثلا، هل مالي بلغ النصاب في شهر واحد أو في شهر أربعة؟ أخري على شهر واحد. يعني الاحتياط مطلوب. وهنا أذكر إخواني المستمعين والأخوات المستمعات بثلاثة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أصل في الورع وتستريح عن سؤال كثير من المشايخ وأهل العلم. الحديث الأول: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مطلعه إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ليعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالبعد عن الشبهات. الحديث الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الأمر الذي أنت متشكك فيه ابتعد عنه واذهب إلى أمر بعيد عن الشك. الحديث الثالث: الإثم ما البر ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس.